استقبل العراقيون شهر رمضان وسط أزمات تعصف بالبلاد منذ 15 عاماً. المشكلة الأكبر هي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والفواكه والخضروات، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا انعدام الأمن. ويستعد العراقيون لاستقبال رمضان بشراء المواد الغذائية من الآن، تحسباً لارتفاع أسعارها قبيل اقتراب الشهر، بينما آخرون يعدون بدائل للطاقة الكهربائية كالمولدات المنزلية الصغيرة لتعويض انقطاع الكهرباء المستمر. كاميرا برنامج مع الناس تجول بين الأسواق في العاصمة بغداد ومدينة الموصل ونقل معاناة وآراء الناس. رمضان سبحان الله هالسنة كان قبل الانتخابات، فالانتخابات نوعا ما أثرت على السوق حقيقة. الإقبال الناس قبل الانتخابات كان ضعيف نوعا ما. اليوم الأول بعد إجراء الاختراع والانتخابات والحمد لله يعني فضت على السلام ومشت العملية الانتخابية والحمد لله، فإقبال الناس لا بأس به. يعني حاليا إقبال الناس على البضائع لا بأس به، وخصوصا أنت تعرف والمشاهد يعرف أنه البضائع الغذائية أكثر شيء هي اللي تمشي في رمضان. فأنا إذا أشوفه لا والله لا بأس به، أكو إقبال، وإن كان مو مثل إقبال السنوات الماضية، يمكن بظرف يعني ظروف البلد، الظرف الاقتصادي شوية مأثر نوعا ما، بس لا بأس به الحمد لله. أستاذ الفاضل يعني السوق بصورة عامة لا بأس به، يعني أكو مصداقية بالعمل، أكو نوعا ما من الغش، موجود الغش مو ما موجود، إيه بس أقل مو مثل السابق. يعني خاصة هسه كثرة المنتجات، كثرة الماركات اللي تدخل لنا، انفتاح صار عدة بالأسواق، تدخل لنا من عدة مصادر، تدخل لنا من تركيا، تدخل لنا من إيران، تدخل لنا سوريا ما زالت، لبنان، الأردن، أكو انفتاح. فمسألة الغش خاصة الغش التجاري يعني انحصرت نوعا ما، والمواطن صار عنده وعي، يعني مو مثل قبل، لا المواطن صار عنده وعي، يعرف هاي البضاعة جيدة وثمنها شقد، يعرف هاي البضاعة إذا كانت مغشوشة. أستاذ الفاضل إحنا تجار يعني ما نعتبر تجار جملة، إحنا تجار مفرد، تجار الجملة لي نقلونا إياه. المشاكل اللي تصير عندهم أغلبها في بالمنافذ الحدودية، المنافذ الحدودية خاصة يسموها يمكن منفذ الصفرة يقولون، أي أظن، ولا إحنا تجار يعني مفرد مو جملة. أي نعم، اي المنفذ الصفرة، منافذ حدوديه اخرى، ده يصير شويه تاخير، ده يصير تلكؤ بالعمل عندهم، اي الضرائب شويه زادت عندهم، فهاي تاثر علينا، يعني كثير من المواد زادت علينا اي بسبب هاي الضرائب اللي الجديده اللي اضيفت. يعني هو الوضع كله ركود، يعني هسه احنا بحاله ركود، البضاعه تتكدس، وبعدين بنفس الوقت المشاكل اللي يعني بالقمرق وبالبصرة وضع احنا من سيء الى اسوأ. يعني احنا المفروض هيك ايام يعني قبل رمضان يصير زخم عندنا بسواق العالم قبل رمضان، بس هسه تشوف السوق فارغ، اي الوضعية يعني بالنازل، ماكو خطط اقتصادية، ماكو يعني دولة تهتم بالقطاع الخاص. والله هي السيطرات، التسليب مال السيطرات هسه، يعني البضاعة ما تدخل إذا تسليب، يعني معروف هاي الشيء، معروف للكل، هاي كلها يتحملها المواطن، يعني راح تفرض قيمة على البضاعة أكثر وراح كل المواطن يدفعها. هو قلة الإقبال وقلة شراء، إقبال من المواطنين على البضائع، على البضائع اللي نعرضها بالسوق، إضافة إلى هو ما جاي نعرف شنو السبب، إيجاراتنا غالية، عندنا عمل، عندنا مخازن، فما جاي نطلع إيجاراتنا ولا جاي نطلع مخازننا بالوقت الحاضر، ويوميا يزيد إيجاراتنا، على كل سنة كل ما ندخل مزايد على محل نزيد الإيجارات. بضائع كثيرة بالسوق، أكو بضائع كثيرة بالسوق، وكساد بالبضائع لأنه ماكو إقبال، قدرة شرائية عند المواطن ماكو قدرة شرائية، يعني تدري العامل قاعد، الفلاح قاعد، كله قاعد هاي عن العمل، فهاي طبقة في مجتمع واسعة، من تكون هذه قاعدة يكون قلة إقبال على شراء البضايع. الكساد اللي موجود بالسوق هو سبب عدة أسباب، من عدة التقشف اللي موجود بالدولة، ارتفاع الجمارك، وكثرة السيطرات، يعني سيطرة الصفرة
او جسر دياله او غيرها من السيطرات اللي موجوده. الشيء الثاني الدوله ما جت تدعم القطاع الخاص، لا تدعم القطاع الخاص بسلف، لا تدعم القطاع الخاص باي شيء اخر، وانما الدوله تصرف فقط رواتب للموظفين. اذا رواتب يعني اليوم اذا رواتب ما وزعوا للموظفين وراس الشهر احنا حسب السوق مالنا ماكو، وكل الناس الموجوده ما تشتغل، لا العامل البناء لا الحمال لا ابو المحل لا اي شخص ما يقدر يشتغل ويا هذا الوضع. فيجب على الدوله ان تدعم القطاع الخاص بكافه الامور. مشاكل طبعا ارتفاع الايجارات، هاي العماره اللي احنا بيها تابعه لوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه، كل سنه يزودون علينا الايجارات، يعني ايجاراتنا اغلى من ايجارات القطاع الخاص اللي مقابلنا هسه. احنا ايجارنا بالشهر اكثر من مليون دينار. نعم هاي هسه عماره الضمان اللي تكونها تقريبا 100 محل، عرف شلون؟ ايجاراتها بحدود المحل بحدود 13 مليون، اكثر من مليون بالشهر. الجهه المقابلنا ايجار للقطاع الخاص 600,000 دينار بالشهر ايجار. يعني احنا في زمن صدام الملعون كانت الايجارات الدوله ارخص من ايجارات القطاع الخاص، هسه انقلبت الايه، وكل سنه يردون يزودون علينا. كل سنه يزودون علينا الايجارات. ويمكن الاخوان كلهم يشاركوني برايهم كلهم. والله احنا بالنسبه لنا نتامل من هاي الحكومه الجديده ان تغير الوضع، لان المواطن تعب، الشعب العراقي كله تعب، زين؟ واحنا كشورجيا هسه يعني خلال هاي الفتره اللي مرينا بيها الوضعيه تعبانه، يعني ماكو السوق، المواطن يجي كان ياخذ من عندنا مثلا جمله. هسه المواطن ياخذ له قطعه قطعتين من السيله، يقول لك هاي محلات جمله انا احكي لك، بس محلات المفرد هي ما قاعد تشتغل، شلون احنا نشتغل؟ من السيله على الوضع يقول لك الوضع تعبان، وهاي صار تقريبا سنتين ثلاثه احنا نعاني من هاي المشكله، زين؟ شنو سببها؟ ما نعرف، سببها الدوله، سببها الوضع الاقتصادي، وانت قاعد تشوف يعني الحاله بعينك، وهاي كل الناس الموجوده بالمحلات نفس المعاناه جاي تعاني من هاي الشغله. زين هاي المولات اللي سووها ما نعرف هي من هاي المولات، اكو ناس رئيس ماليه سوت هاي المولات، زين اثرت على السوق، اثرت بالنسبه علينا كلش اثرت، زين يعني المول يبيع القطعه او يبيع له، هو قاعد ياخذ منين؟ ياخذ من الشورجي، بس من يبيع لك هناك يروح المواطن يشتري الحاجه من عنده اغلى من عنده، بينما احنا من نبيع؟ نبيع بسعر رخيص، زين؟ فهاي الحاله يعني قاعد تشوفها انت كلها قاعد تعاني من عندها. بالنسبه للناحيه الاقتصاديه حقيقه الناحيه الاقتصاديه ضعيفه جدا جدا، اكثر من العام يعني قدر بمرتين مو مره واحده. كميه الشراء بالنسبه احنا بس كصياغ ذهب يعني بالشافعات نشوف واحد يسلم علينا، وبالنسبه لشراء المواد الغذائيه مره نروح نتسوق يعني ما نشوف مثل كل سنه يعني ناس اقبال على مواد شرائيه، لانه ناس كلها محتاجه يعني، واكثريتها رواتبهم يعني مقصوصة أو ما مستلمي أو يعني مقادير الحياة أصبح يعني أصعب من الصعب. بس نسأل الله علي القدير أن يسأل أمر الدولة، والدولة تكون تعرف أنه تصرف تصرف الصحيح مثل بقية الدول الفقيرة، لها ساعة عايشين أحسن من عندنا. الدول الفقيرة من عندنا بعشرين أو إلى ثلاثين مرة، بس عايشين أحسن من عندنا مئة مرة. احنا مع هالقدرة، مع هالقدرة النفطية ومع هالقدرة الكثيرة من المواد اللي عندنا، ولكن ماكو من يسهل امر الناس، يسهل امر المؤمنين، وبس ملتهين بنفسهم. نسأل الله علي القدير ان يشبعهم ويزيد عن شبعهم، وبعدين يباعون علينا لان ما يشبعون، الله يشبعهم ان شاء الله. والله هالمره انا شو اشوف الاقبال يعني كلش بسيط، يعني كان العام غير شكل. هسه انا ذاك اليوم يعني لما دخلت دا اسوق يعني باوعت الناس كلش قليلين، ليش؟ لان ماكو شغل، العيشه صعبه كلش، يعني امان ماكو، وهسه اكثر شيء ملتين بالانتخابات. زين هسه احنا انتخبنا واحنا كل سنه دا ننتخب، وهاي اريد نشوف هسه اكو شيء يعني هسه هاي سنة جور سنة سنة جور سنة. زين وبعدين لاكو أمان، لاكو استقرار، لاكو يعني هسه إجا رمضان، المفروض هذا شهر خير، كان قبل رمضان الناس تستقبله برحاب الصدر، بالعيشة، بالهاي، بالغذائية، بالمواد، بكل شيء. هسه لا أمان، لا استقرار، لاكو فد شيء. يعني بس نريد يعني إنه هسه إحنا انتخبنا حتى نشوف فد شيء خير، يعني زين أكو هسه أكو هيجي شيء؟
يعني اكو واحد هسه قبل كانوا يلتمون برمضان على اللمه على القعده، هسه لاكو مثل باقي العالم يعني يقعدون يهتمون بالعيشه بالقومه بالقعده. السوق قليل الناس بيه، لا حد يطلع لا حد يطب، يعني ملتهين بس انتخابات، بس اكل وشرب بس اكل وشرب، هي اهم شيء اكل اهم شيء. مو هالقد، ماكو سهولة مادية، ماكو يعني هسه الموظفين بس نفسهم بس يعلون نفسهم زين، والباقين اللي قاعدين هسه بالبيوت خريجين احنا مخلصين، انا هسه مخلصة سادس ورحت كلية، هسه كل شيء ماكو، ها صار لي 12 سنة انا قاعدة بالبيت، لا وظيفة لا شهادة لا كل شيء، شنو معناته؟ اخذناها اختي شيء ذبيناها يعني زين، غيرنا لا بدي يصعدون يعني بدون ما خلصين سادس ومتخرجين وهيك من جوا لي جوا هيك ما اخذيها زين. وبعدين يعني غير احنا هم يعني مثل ما هسه انتخبنا اريد نشوف شيء، احنا انتخبنا اريد غير هسه بيها مقابل، يعني الناس اللي قاعدين بالبيت قاعدين كل شيء ماكو، والموظفين يوميا هذا جت قاع يوميا جت قاع جت جا بيت جت حوافز جت سفر جت زين، بس الهم يعلون الناس ويرجعون الناس، بس جاء هذا شهر رمضان المبارك اريد يعني الخير والامان والاستقرار وينظرون لحاله الفقير، بس هذا اللي اريده. ورمضان مبارك عليكم. والله بالنسبة للمشاكل خلكونا على بينة، مشاكل كشغل كعمل بصورة عامة مشاكل عدة، ما يعني تقول مشكلة واحدة، من عملية دخول البضائع إلى آخر شيء لبيع المواد، يعني نقول البضاعة. اولا تاخير دخول البضاعه، يعني الاضطرابات اللي تدور حول دول الجوار، يعني ما عندنا استقرار بصوره عامه، بعض البضائع يعني شتويه توصل بالصيف والاخر بالصيف يوصل بالشتاء. تخطيط للدوله ماكو، يعني احنا يعني شغلنا على الموظفين، تعرف الموظف الظروف اللي يمر بها والشعب العراقي بصوره عامه، ادت الى كساد والى عدم اقبال شراء على بصوره عامه المواد، مو بس المواد يعني الاستهلاكيه بصوره عامه، هذا ادى الى ركود العمل بمنطقه الشورجه. العراق من البلدان اللي تدور حول دول ما مستقره، تركيا اضطرابات، ايران اضطرابات، سوريا بصوره عامه، يعني علاقات متوتره بصوره عامه دول الجوار، هاي تؤدي الى عدم انسيابيه دخول البضاعه الى العراق، فتاثر سلبا على المواطن وعلى التاجر بصوره عامه. زمان عن زمان يختلف، يعني بهذا الوقت بصورة عامة شهر رمضان ما عاد شهر رمضان اللي قبل بزمن الجميل نسميه، شوف العالم إقبال وكذا، يعني إقبال على البضاعة والعالم تحضر، وشوفه الوضع الاجتماعي اللي يمر به العائلة العراقية ظرف صعب، بس شوفها ما عاد يعني روح انه تقبل شهر رمضان شهر الله عز وجل، بس ما عاد بالمتعه اللي كانت قبل، شوف العالم تتهيئ، العائله تتهيئ، العيد جاي اقبال يصير، لا نوعا ما المواطن يمر بحاله صعبه، فشوفها اصبحت الحياه ممله يعني بصوره عامه، حتى المتمكن ما يقدر يجاري هاي الظروف، ظروف صعبه، يشوف جاره، يشوف اخوه يمر بظروف صعبه، يشوف المجتمع بصوره عامه، بنى تحتيه مو بالمستوى، التنقل عندما يجي الشورجه يمر بصعاب، يعني بعض الشوارع مقطوعه، الازدحام موجود، فما عنده روح للاقبال، يعني هذا السبب واسباب اخرى يعني متعلقه بالحاله الماديه اللي يمر بها المواطن العادي، الظرف المادي صعب جدا. فهذا يقلل من عملية انسيابية دخول المواطنين لأي مناطق تجارية. أبرز المشاكل هي ضعف إقبال المواطنين، يعني ضعف إقبال المواطنين على مثلا احنا بهاي الأيام قبل 3 سنوات أو سنتين كنا يعني هاي الأيام يعني كنا نستهلك بضاعة هواية، يعني عندنا مثلا المواد الخازنة تمشي تنفذ، هالمرة لا صار يعني ضعف بالاستهلاك، ضعف بالإقبال المواطنين، هاي كلها يعني ناتجة من عدم استقرار البلد، يعني تقشف على يعني الموظف قام يعني يحاول يقلل من مصروفاته، يعني هاي هم تأثر علينا يعني بالاستهلاك، زادنا المشاكل مال البلد، زادنا يعني طلبات البلد، فأنا عانينا هواي يعني عانينا هواي من هاي الأشياء اللي تدور حولنا. والله اقبال الناس ماكو الحقيقه، لانه ظروف الاقتصادي كلش تعبان،
ايوه حتى القضايا الجمركيه اللي اضافوها هسه، هاي القضايا الجمركيه اللي اضافوها على الاسعار اثرت على الاسعار الجديده اللي موجوده بالسوق. والله المشاكل اولا حتى اخراج شسمه المواد المستورده بصعوبه بشكل مو شلون ما جاء. اي بالاضافه الى ما يضيفون عليها شسمه ارقام جمركيه جديده بحيث انه يعني حتى المواطن انه ما عنده ذيك الامكانيه على التبضع هسه، لذلك حتى تشوف الشورجه بالسنين الماضيه يعني تصير ازدحامات خاصه مثل هيك ايام اللي يستقبلون بها هذا الشهر الشريف، اما هسه ما اعتقد يعني هل تشوفون انتم الشورجه فارغه، ماكو فريد اقبال معين على شراء على زايد ماكو هذا. والله اقبال الناس على رمضان حاليا مو نفس العام، يعني سنه عن سنه جاي تقل، يعني اول شيء البطاقة التومنية عندك ما جاي ينطوها كاملة، فهسه تلقى التمن غالي، الشكر غالي، العدس غالي، زين إذا هو مثلا كاسب ويوميا يطلع 5000 دينار أو 10 يعني يسوك بيها يحير بيها شو يسوي؟ احنا نتمن من الحكومة إن شاء الله وهاي الانتخابات إن شاء الله فاتت خير علينا، وإن شاء الله بي صالح الله يسوي عز وجل. والله حقيقة ماكو فد مشاكل، يعني الحمد لله أشكر الأمور طبيعية والقوات الأمنية يعني منظمة المسير بالشارع والمنطقة مزدحمة، ولكن هي هاي طبيعة الحال، الشورجة هذا طبيعتها سواء في رمضان أو قبل رمضان، والحمد لله أشكر الأمور طيبة والمواد متوفرة وماكو فد إشكال بالموضوع. والله طبعا الحمد لله فضل الله انه سوق بغداد سوق العراق عامر ما خالي يعني من والامور متوفره الحمد لله اشكر، وان شاء الله اللي نحتاجه لرمضان نتوضع واللي ما نحتاجه ما محتاجين يعني أن نضغط على انفسنا حتى نكثر من الامور الاخرى. والله يعني الناس اكثرها وضعها الاقتصادي تعبان، تلقى عمال ماكو، الناس عمال حرة، الموظف ممكن يقدر بس هم راتبه قليل، المتقاعد نفس الحال. يعني احنا نريد من الحكومة القادمة خدمات ونعاش رواتب الموظفين، يصير سيطرة على السوق، يصير سيطرة على الأسعار بسبيل الفقير يقدر الفقير يقدر يشتري، يقدر يتوضع، يقدر يعيش في شهر رمضان او غير شهر رمضان. انا كنت في ساكن في كركوك، يعني كركوك سبحان الله بلد الفقير، يعني محافظه افقر انسان اذا عنده محصول 150 الف دينار بالشهر يقدر يعيش بها بس على شرط ان يكون ايجاره طيب. عكس بغداد، يعني بغداد وضعها الغالي لان هي عاصمه والعاصمه دائما في كل دول العالم تكون غاليه وتكون أسعارها غالية، بس بصورة عامة يعني الناس تعبانة، يعني تريد نهضة، تريد مادة، تريد تسيطر على وضعها المعيشي حتى بالأخص الشباب، يعني الشباب هسه اللي يتخرج يروح يقعد بالبيت، اللي ما متخرج هم قاعد بالبيت، ماكو شهادات وماكو حل، يعني ماكو حل، يعني الناس تريد توفر معيشة، هاي الغاية منه. يعني إذا يريد يصرف يعني إيش قد يصرف يومي؟ أغشي يصرف له 50-60-100 ها؟ ما يقدر يعني حالته هاي الظروف، هو شهر رمضان يعني أغشي يراد لك مليون أو مليونين، يعني هو ماكو يعني خدمات ماكو، يعني هو قاضية خطية عمالة لو قاضيها بالسوق، يعني ما يقدر يعني كل شيء يوفر ما يقدر، يعني نفسه شي ريوق أغشي 10,000 15,000 الفطور مالته ها أغشي إذا يجيك خطر 50 بالقليل، يعني هو مين يجيب له خطيه 50؟ انا وين متى 5000 10,000 ما يقدر يدبر هاي. ويا امكانياته نعم هيك، يعني كل انسان العراقيين دائما متعودين انه يعني نهيئ نفسنا حسب الظرف اللي انت بيه وحسب الامكانيه اللي انت تمكن بيها. لحد الان حقيقه ما واجهنا يعني مشاكل، بس المشكلة العامة هي العراقيين يعني يعانون من الوضع. حقيقة احنا احكي لك في جانب يعني السياسي الاقتصادي الجسم، احنا يا ودنا بلدنا ما ينصلح الا ودنا واحد، يا اما يجينا نهرو ابو الهند، يا اما يجينا نيلسون مانديلا ابو جنوب افريقيا، غير هؤلاء ما ينصلح البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة شهر رمضان الكريم نحييكم وندعو إن شاء الله النصر دوم وإن شاء الله الشفاء لكل مريض. والله يعني الأسعار زينة الحمد لله والشكر، بس أكو ناس ما تحمد الله والشكر. صحيح واحد ما عنده دواء بس يقول الحمد لله والشكر، هاي قسمتنا شو نسوي؟ كل شيء يعني موجود زين، أسعاره أحسن من يعني أسعار يعني مثلا المحلات اليمنى أرخص، يعني شارجة أرخص بهواية، ولقينا يعني أشياء يعني الموجودة الما موجودة يعني يمنى كلها موجودة بالشارجة. حلو شو نشوفين السهولة المادية بالسوق؟ يعني إحنا المادة بالنسبة إنه يعني إحنا حالتنا المادية زينة يعني الحمد لله والشكر، يعني زوجي موظف وراتبه زين والحمد لله، يعني بشكل عام يعني زين وماكو فد شيء غالي. سيوله ماديه اكو بس السوق شويه صعود يوم عن يوم يصعد زين، يصعد المواد الغذائيه والملابس كلها يعني على صعود، وسببها هو السيطرات التفتيشيه. والله بشهر رمضان يصير اقبال على المواد الغذائيه، اي تعرف المواطن يعني يتحضر قبل دخول شهر رمضان بعدة ايام، اي بس شنو يعني الرواتب شوي قاعد تتاخر علي، يعني والضرائب هاي فرضتها الدوله على المواطن مثل ضرائب الكهرباء مثل ضرائب الصحه مثل ضرائب مثل الدور السكنيه، يعني انا قبل فتره بعت بيت رادوا مني 3.5 ملايين، يعني 3.5 ملايين منين اجيبها؟ انا طالب الدوله يعني 3.5 ملايين وانا بايع ب 43، يعني ياخذون علي ضريبه 3.5 ملايين، يعني كلش يعني قويه من نزول. هي طبعا الضرائب اثرت لان المواطن يصير هو طبعا هي المواد الغذائيه مطروحه هوايه مطروحه بالسوق، بس المواطن يصير اقباله على المواد الغذائيه يعني بشكل يعني فظيع، يعني موجود الدهن الزيت الدوله مبره كل شيء، اي بس هو المواطن ليش يخاف يعني؟ بس طب شهر رمضان يشوف المواطن همه على المواد الغذائيه، يعني احنا اسعارنا كلها بسيطه يعني ما نصعد، شو نصعد مثلا الزيت موجود الزيت 5 بلف يبيعون يعني بلف وربع او بلف، هاي الشغلات الرئيسيه مثلا المعجون اللحوم زينه يعني. والله قروب يعني شهر رمضان أصير حركة بالأسواق، لأن يعني قرب العيد وما عيد وصير حركة يعني أحسن شوية بالتبضع. لا بالصعود يعني ما طول يعني يتقرب شهر رمضان أو يبدي العيد يصير أكو حركة بالأسواق المحلية على الشراء، يعني شراء الملابس الأطفال ويعني كل الفئات. والله الحالة الاقتصادية تعبانة، لأن يعني أولا البطالة كل شوية وشغل ماكو، فأكيد يأثر على السوق وعلى الحالة الاقتصادية بالبلد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله شهر رمضان شهر رحيم وكريم، وإن شاء الله الأمن والأمان لجميع العراقيين. والله إحنا جاي نشوف يعني الحمد لله والشكر يعني البضائع جاي تدخل الحمد لله، ومثل ما نشوف يعني السوق حالته مستقرة حاليا، وتعرف أكو وقتين عندنا، وقت الصباح ووقت المساء، والامن هم الحمد لله وشكر شوي زين، لان فتح من وراء الفطور الى حد الساعه 12 بالليل. والله يا الناس مو يعني عندها مصداقيه يعني تقدر كل شيء الناس تعرفه، بس اما البضائع يعني تعرف بلد جاي يمر بظروف، فلازم يعني اكو وقعه اكو فشي فلازم يعني تمر، بس هي كبضائع لا تفوت الحمد لله والشكر وما في اي اشكال. اي اكيد هي يعني احنا يعني ما تلبي، نقول مثل ما قلت لك أنا يعني نص ونص المواد اللي موجودة كالماركات نصف الجودة، لأنه الدخل اليومي إحنا كمواطنين عراقيين دخلنا محدود زين، فيعني ما راح نركض على الماركة أو أنت تعرف الماركات كلها درجة أولى، ناخذ يعني نص وجوة. الشيء الثاني التجار انهم يجيبون لنا شنو البضاعه المو اصليه يعني ما بها ضمان، الاكسباير دي يجيبون لنا اياها ويجون، ف
فاحنا اكيد مضطرين راح ناخذها لان هو هذا الموجود بالسوق. يعني السيوله شنو قويه؟ ده تحسسنا انه السيوله يعني سيلان فلوس، ماكو اكو السيوله اكيد. انت تعرف هسه احنا المواطن العراقي محارب من كل شيء محارب يعني اكيد. يعني اكو عجز بالسيوله الماديه تقصد؟ هو الحمد لله والشكر ماكو عجز. تعرف انت ما شاء الله هسه اللي يدرس يركض ركض على الشهاده مالته، يعني ما يعرف وين يودي الشهاده، يجو ما يخليها يم جده بالاستقبال. هو انا دا اقول لك اني انه يعني المواطن العراقي يعني قوت يومي، يعني ما هو تقول وظيفه عنده او هيك شيء. ابرز مشاكل تخص السوق عنده الشارع الرئيسي دائما مسدود، والمسواق دي يصير عندنا المرحله مرحلتين، دا ننزل المسواق بمكان ونحوله بمكان ثاني. والمنطقه الوحيده اللي على مستوى الدوره منطقه شارع الرئيسي مسدود. اي نعم، على مستوى منطقه الدوره مستوى مناطق بغداد المنطقه الوحيده ينسد الطريق الرئيسي. وثانيا عندنا وطنيه، على مستوى السوق وطنيه ما عندنا، وطنيه كمحولات وميزانيه رئيسيه ماكو، مجاري رئيسيه ما عندنا، ميس ما عندنا، وعندك سوق ابو تشير تقريبا ما يقارب اكثر من 1500 محل، 1500 محل لا توفر طاقه كهربائيه. والله هي المشاكل يعني مو مشاكل عويصه، بس نقول احنا مشاكل شويه قاعد تاذي المواطن من ناحيه احنا كاهل سوق وهالمصالح. عندك الشارع دائما العصري ينقطع، شنو السبب ما تدري؟ يعني ذيك الايام انتخابات الشارع مفتوح، هسه رجع ينسد ينقطع. الحاله الاقتصاديه اكو اقبال شرائي، بس شنو البضاعه جاي تصعد، يعني الاسعار جاي تغلى شوي شوي، مو مثل الايام العاديه، وهاي سببها التجار. يعني احنا جاي نعاني بها، سببها التجار المستورد غيرها. يعني هسه انا ابيع دجاج عدل، دجاج حي، بسبب السيطرات وانقطاع الشوارع قاعد يصعد الدجاج لان يجينا من بكانات بعيده. فمن هذا الباب يعني العالم جاي يتعاني من هذا الشيء، شغله الشارع اكثر شيء وشغله السوق. لا هسه يعني هاي صار يوم حركه حلوه اقتصاديا، بس اللي قبلها ها العالم اقبال عته تتسوق العالم على شهر رمضان، يقول لك اخاف يصعد بعدين او اخاف الجو حار وما نقدر نطلع، فتتسوق العالم تخزن. الوضع واقف فد مره، فلوس ماكو، يعني الحاجه رخيصه بس فلوس ماكو، تجي العالم تحسر قوه تشتري، يعني تخلص. الجمارك هاي مالت شو اسمه لعد مالت الصفره همات، يعني ياخذون من عندهم فلوس، غالي من هناك وهنا رخيص، يعني قليل تجي العالم تشتري، ما حد يجي يشتري. فلوس ماكو، طلب ماكو. لا حركه سوق العام افضل من هالسنه، لان يعني كبدايه لان العالم هالسنه الموازنه ما انقرت، وبعد طلعوا من الانتخابات فترة الانتخابات، فان شاء الله نتامل ان شاء الله خير بهالايام المقبله. ركود السوق بالنسبه عن ركود كله، يعني قاطبه ركود عن حركه الاقتصاديه، لا مو ذي الحركه الاقتصاديه قبل، مثل لا قبل افضل لحد الان بعده، بس نتامل بالحكومه الجديده ان شاء الله تغير امور اكثر اقتصاديه، تصير حركه بعد افضل للمواطن كرمضان او ايام رمضان الباقيه. بعد الموازنه بالدرجه الاولى، الموازنه بالدرجه الاولى، المواطن متخوف ما يقدر يصرف كل شيء، متخوف المواطن لان ما يعم وضعيته. اي والبضاعه اللي تشوفها انت، يعني حتى بضاعتنا اكثرها كم مستوى مخضر، مو ماكو شيء يطاب لك عراقي، كله مستورد كله اجنبي. ما سعدنا العام، يعني العام رمضان احسن من هسه، يعني العام رمضان هسه قبل ما تلحق تشتري حتى المواد الغذائيه، هسه العالم يعني ماكو، عادي زلاطه السوق عبالك، يعني عادي يوم عادي مو رمضان. هو من الشارع هسه الشارع تتباوع للعصر مقطوع هنا، وماكو عالم ماكو، حتى الشارع جاي يقطعون. هي الحركه طبيعيه، ماكو شيء جديد، يعني نفس الروتين ونفس ال، يعني ماكو شيء تغير، بس نتامل الله سبحانه وتعالى على هاي الحكومه الجديده. هو اكيد ان شاء الله هو اكو حركه وماكو حركه، بس مو مثل كل موسم، انت تعرف اغلب الناس قاعده ماكو شغل،
تعيينات ماكو، اغلب شبابنا قاعدين زين عطاله بطاله اي. فهو انت من تصير حركه انت الناس اغلبها يعني لا وظائف لا شغل لا عمل. والله الوضع الاقتصادي انت اقتصاد كبلد لو اقتصاد ناحيه بيع وشراء لا بس يعني الحمد لله والشكر ماشي الوضع. اي طبعا اكو صعوبه ليش؟ لان انت القمارق ولا بقيه البلدان ما تريدك انت تستفاد، ما تنهض بالاقتصاد العراقي لان المستورد هسه انت مليان السوق ما عندك شيء انت يعني اللي اقتصاد العراقي او الزراعه العراقيه، لان هو ما يريدك تنجح، اغلب الدول ما تريدك تنجح دمر اقتصاد العراقي. اي كلش يعني مو يعني عندنا احنا زراعه واهل خير والعراق كله خير وخيراته واصله تعبان يعني كل من بيومه كاسب او القاعد او يعني حال اقتصادي هالسنه تعبانه اقبال يعني الشراء مو مثل كل سنه، هالسنه تعبانه الوضعيه. شوف سحبنا اقل من ذيك السنه يعني النص بالنص، ما اعرف على الرواتب ماكو نقص رواتب ميزانيه على الانتخابات خلصت الميزانيه الله اعلم، والجاي بعد الله الستار من عنده يا ريت على الاوليه يجوز نظل ونتامل بالحكومه بالافضل، بس ماكو افضل ما دام احزاب ماكو افضل. أزيد من البلد نصدر معدة أغراض اللي يجي من طريق الصين على الميناء واللي يجي من طريق الشمال على سيطرة الصفرة الصايرة هسه بالشارع. سيطرة الصفرة جاي ياخذون جمرك فوق 25% وآلاف التريلات، احنا ما نسميها تريلا نسميها حاوية بشغلنا، جاي أقل شيء الجمرك مالها من 35 إلى 40 ورقة. أنا المشكلة نعاني من عندها يرضى بالسيطرة؟ والله ركود، هو السوق تعبان، السوق تعبان إذا يعني لما أقول لك تعبان على مستوى ومخلي لك سيطرة ما شاء الله كل حاوية يزيد 35 ورقة 40 ورقة، هو السوق تعبان وجدتك زيادة مننا. وشيء ثاني الدولة مستفادة؟ ما مستفادة الدولة، بين الأحزاب بين المخلصين وبين الضباط ما سيطرت السفرة، يعني هاي المليارات جاي توصل للعباد بصوره صحيحه. يعني عندنا احنا بيدينا بالاثاث من 2004، احنا 2018 صار 14 سنه، بدت من 2004 ل 2013 السوق صدق كنا نحس بيه سوق، كل محل يملك 6 عمال 7 عمال عراقيين. هسه خيرنا ابو محل يعني اكبر معرض ببغداد ما يملك 3 عمال عراقيين، زادا ضرائب زادا الايجارات المخازن وانتم جاي تشوفونه بعينكم. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم وعلى شعبنا العراقي. والله أكو إقبال على السوق من قبل المواطنين خصوصا على البقوليات والمخضر والأسماك تجهيزات رمضان. والله هي سهولة مادية قليلة بس الناس شو تسوي؟ نقول لك تنتظر رأس شهر تستلم رواتب وينزلون للسوق يسوقون. طبعا الجا كلها كامله، بس شنو المشكله؟ المشكله الغلا مالتها غاليه، نستقبلها بالغلا رمضان. نعم اي يعني مو مثلا الناس عتها رحمه وترحم العالم يا اللي حام. هاي الناس من غصبا عليها تجي تلقى السلعه غاليه وين؟ من التجار تجي هاي الناس غصبا عليها تصعد السلعه على العالم. هاي الناس الفقره والتعبان بهالوقت هذا الحرج، ها الناس فوق تعبها تجي تلقى شهر رمضان تلقى الدجاج غالي والسمك غالي، اكثر شيء تلقاه من السيطرات هناك مسويها مسلبشيه. يعني كل سيطره ها اذا ما تريد تطلع، واحد سولف لي على سياره مال برتقال طلعها قوه ب 600,000 زين بشرفك 600,000 هذا من حقه يصعده على المواطن زين. لو اكو رحمه بالسيطرات شوية عندهم مخافة الله ها ما تجي لك عمي. دول هناك توزع يعني نقول بالسويد بأي دولة تلقى شهر رمضان يوزعونه
يوزعونه ببلاش تطيل العالم للناس الصايمه. يعني اذا نقول سعره فت 5000 يعطونه ب2.5. زين جماعتنا لا نستقبلها بالغلاء ما شاء الله اصبر لها من هسه التمن صعد المعجون المواد الغذائيه كلها صعدت ويا اللي يطيح بيها يطيح الانسان الفقير التعبان. النواب ان شاء الله يفوزون يخلون الرواتب يعطون للفقراء هذا مطلبي. تقليل رواتب البرلماني والتقاعد ما ياخذ 7 مليون ويخدم 4 سنوات والسلام عليكم. والله المشاكل خدمات مال المدينه احنا المدينه مظلومه من زمان المدينه فريد خدمات ويباعون على هاي العوائل الفقره الناس التعبانه واللهم ربي انه يجعل ذول الجايين هسه احسن من قبلهم. والله السيوله الماديه هم يعرفون الحال احنا ماكو داعي نتكلم بهالموضوع وان شاء الله التسهيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء تحياتي لكم ولقناتكم واحب اناشد رئاسة الوزراء عن البطاله كثرت اصحاب شهادات وماكو تعيينات وماكو وظائف عمل اغلب التخصصات والشهايد قاعدين يعني عند اصدقائي شهادات بكالوريوس عاليه يعني يبيع شاي. اطالب من رئاسة الوزراء توفير كافه الاعمال لاصحاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهني العالم الإسلامي والعالم العربي والشعب العراقي خصوصا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وإن شاء الله يا ربي صيام مقبول والله يتقبلوا منا ومنهم ومن جميع المسلمين. أولا احنا بمرطبات شربة زبيب بالموصل احنا أهل الموصل متعودين دائما بشهر رمضان على الشربت لازم يكون بمادة الإفطار شربة الزبيب وبرتقال ورمان. أهل العصائر عموما بالموصل يعني شيء أساسي هاي من عادات أهل الموصل الشربات الحلويات هاي من عادات أهل الموصل وتقاليدها. احنا حاليا أنا أشتغل بمرطبات شربة الزبيب بالرافدين طبعا صار لنا عمر بهاي الشغلة وخاصة عندنا خبر حلو أنه احنا عن نعم نقدم كيس شربة ب 500 دينار فقط برمضان يعني هذا دعم للمواطنين ابو يعني للاجر اضافة للاجر يعني هو الكيس عموما بألف بس احنا ب 500 دينار على مود شهر رمضان المبارك. وما شاء الله الشغل يومية ما شاء الله اقبال فظيع على الشربة مالنا ومثل ما صورتوا انتوا شفتوا اقبال فظيع والحمد لله مجهز من الساعة الغداء رمضان يكون ان شاء الله الله يسهل ونلحق ونسد طلبيه الناس ما شاء الله اقبال كثيف من العالم والله هالسنه ما شاء الله خوش حركه اكو بالسوق يعني احسن افضل من هذيك السنه وهذيك السنه افضل من قبلها يعني نلاحظ ان شاء الله اكو تقدم بالاوضاع الموصل لان يعني اوضاع الموصل من تتحسن يتحسن العمل وتتحسن المعيشه. ونسال الله انه الامن والامان بهالبلد هذا والحمد لله. والله كل شيء برمضان الصايم كل شيء يصير عنده طيب الصايم بعد بس الاكلات المفضله للصايم الدولمه الكباب حلب نسمي كباب برياني والعصائر المفضله وشربة العدس هاي لابد منها شربة العدس دائما يعني القيسي وشربة العدس هاي من لازم الشربت وشربة العدس هاي ثوابت بالمائدة. أما الأكل لا يختلف يوم برياني يوم دولمة يوم كباب يوم تمان والحمد لله شهر رمضان شهر الخير والبركة وإن شاء الله يعم على العراق والعراقيين بألف نعمة وألف خير. وشهر الخير هذا شهر الزبيب نشرب شربة الزبيب والكليشة والمكسرات والبركة واللهم
يحنن هالسياسيين علينا، واني ولادي صار له 4 سنين مفقود، خذوه اصابه عداش وما عرف وين مصيره، يقولون ببغداد. الله يرحم والديه كل من يسعي بهالامر هذا ويفرح هالامهات بالشهر الفضيل هذا. والله الاكلات الطيبه، كبه الموصيل، الدولمه، المخلله، شربه الزبيب، هاي اكلات المفضله لاهل الموصل بشهر رمضان. نهنى شعب الموصل خلال شهر رمضان المبارك، وما شاء الله هذا خير وبركة الموصل على الشربات وعلى الزبيب، ما شاء الله الحمد لله واشكره. ونحن شربتنا شربة زبيب الرافدين الكيس أبو للف سوينا ب500 على مود العالم ما عنده فقرة، وهذا سوينا ب500. احنا نشكر تعبكم يعني، والله اكو قابلية بهذا رمضان، بهذا رمضان اكو قابلية بالناس انه جاية تتسوق. ان شاء الله رمضان خير علينا وعلى كل المواطنين، ونشكر تعبكم ويانا وانتم تبثون لنا. والله نشوف هذا رمضان نشوف به قابلية الناس احسن، ونشوف به الاوضاع بعد احسن، ومثل ما نقول يعني شلون صار شوية الظروف صارت بعد احسن، وبعد الناس يعني رجعت على رواتب مالها وقامت تمشي رواتبهم، وان شاء الله يصير بعد الاوضاع بعد احسن واحسن، ما اريد غير شيء ان شاء الله. والله اشهر الاكلات الموصليه برمضان الزلابيه، ياخذون زيت شيل من النوع الحلويات الزلابيه، البقلاوه، اشياء كثيره يعجبهم. وهاي يشوفون يعني الحلويات مالنا، الزنود الست المشهوره بها الموصل، البقلاوه، الحلبي، المعجنات عندنا، البيتي فور، الاوكراني، هل موجود بالمحل هذا موجودين؟ والله ان شاء الله حيل زين، والعالم يعني مستقبل رمضان بحيل صوره طيبه وحلوه، والعالم فرحانه حيل على رمضان. ان شاء الله شهر خير وبركه على العراقيين جميعا، ونتمنى للعراقيين كل الخير والبركه، ونتمنى ان شاء الله تعم الفرح على جميع العراقيين. اشهر الاكلات الموصليه يعني بالمطاعم لو بالبيت، اشهر الاكلات الموصليه هي الدولمه والكبه. رمضان مبارك، اريد الكهرب بالايمان، اريد العالم يعني العالم تعبه، تريد يعني يساعدون هاي العالم هاي، يعني احنا انتخبناهم، اريد منهم، اريد شيء انتاجي، يعني اريد منهم، يعني احنا نريد لازم شيء انتاجي يا اخويا، ما يعني حيل انتخبناهم، احنا اريد تغير، اريد يعني ما اريد نرجع لورا، اريد نطلع شوي لقدام، يعني ذاك الاربيع ذاك الكهرب ما مستمر عندهم، يعني كل شيء موفر، بس اهل الموصل تعبانين، يعني الجنوب الاربي كلها 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 موفر عندهم، بس اهل الموصل تعبانه. ان شاء الله اجواء رمضانيه يا رب يعيدها على الشعب العراقي، اولا يا رب الصحه والعافيه للشعب العراقي والامان، وان شاء الله الله يعم الامن والامان والطائفيه ان شاء الله تلغي النهي نهائيا. ان شاء الله انا من الموصل اروح للبصره ما حد ما يقول انت وين رايح، وارجع من البصره يرجع للموصل ان شاء الله ما حد ما يقول وين رايح. ترى احنا الشعب العراقي شعب مسالم وشعب محب، نريد نرجع مثل اول قبل زمان، وان شاء الله يا رب الاجواء الرمضانيه هاي تلم الفرحه وتلم الشعب وتلم التآخر بيناتنا. تعال يا اخويا انت من الجنوب تعال افطر عندي، تعال انا يا اخويا انت من الشمال انا من افطر عندك، تعال ابن الشمال انزل للجنوب افطر وياي. يا عيني والله العلي العظيم ترى ماكو احلى من المحبه، ماكو احلى من المحبه، وماكو احلى من السلام، وماكو احلى من الامان. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي من 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 رب العالمين دي من الامن والامان، من اذا الامان تحقق 100% راح يولد الادب ويولد العلم ويولد الثقافه ويولد الحضاره، وان شاء الله رسالتنا مسموعه كل العالم. ان شاء الله يا رب العالمين الشعب العراقي كلتنا يد وحده، ابد لا حد لا يتكسرون بين الشعب العربي ولا الشعب الاوروبي ولا الشعب الافريقي، يقول العراق راح تفلش، ولا يقول العراق راح انتهى، ولا يقول العراق والله هذا راحوا اللي صاروا طائفيه وصار واحد يقتل الاخ، ابد انتهى.
احنا القطاع الخاص ونحن الشعب العراقي الناس البسطاء والرفقاء، احنا عندنا قناعه، القناعه هي كنز لا يضر له، ما دام العراق البسيط ويا العراق البسيط انتهى كل شيء. هذا هو ولا الاغنياء ما الاغنياء، هاي هم نفسهم يساعدون الفقراء يساعدون، ما يساعدون نفسها من نفسه. بس احنا ما شاء الله هنا احنا بيناتنا متراحمين، الناس البسطاء بيناتنا متراحمين، وان شاء الله يا رب يظل المحبه والسلام والامان والعلم والثقافه. واطلب ان شاء الله من رئاسه مجلس الوزراء ان ينتبه لمدينه الموصل. الحمد لله الاجواء طيبه، ونحن مثل ما يقول امن وامان، والحركه التجاريه تحسنت على الرواتب مع الرعايه، والعالم عايشه بخير وسلامه. بس تطلب يعني خدمات المدينه، الاعمار ومعمار، الرواتب، الجوامع، الله بالفقرة مثل ما يقول. والحمد لله والشكر، احنا نفس الموصل يعني امام مدينه بالعراق. تعيينات للشباب هاي اللي صار لها 4 سنوات خطيه لا متعينه، يعني الشرطه يعني ماكو من الموصل منتسبين، رجعوا الشرطه موظفين مثل ما يقولون انطي رواتبهم خميه قدها، اما بتعبهم العالمي والله ما بيها يعني في الشيء. يعني هاي العالم تريدها يعني مثل ما يقول، ومثل ما يقول لما يفتحون فرص عمل للعالم والعاطلين عن العمل. وعلى رمضان ليش وقت الانتخابات علقوا على قميني؟ وزعوا بمليارات، انطي الفقرة 17 و18 مليار كل حزب يدق، وهاي العالم كلها تعبانه، هاي انطي الناس هاي يعني حرام انطوا على البطاقه التموينيه كل واحد 150,000 متزوج، حرام احنا عم نشتغل. اجل العزاب ايش فيهم؟ والله بس هاي العالم فتر بقى تعبانه، انتم يعني مثل ما يقول هاي صوتنا وصلوه للمسؤولين. واجواء رمضانيه، اجواء رمضانيه مشهوره بالموصل بالشربات والزلابيه والشقليت، ونتمنى مثل ما يقول ترجع الحياه بالجانب الايمن، باب جديد، سرج خانه مثل ما يقول، والعالم طيبه يعني على الموصل. هاي اجواء الموصل يعني مشهوره برمضانياتها، وعلى الموصل ناسهم يعني مثقفين مثل ما يقول. والحمد لله هاي السنه سنه خير، بس نسال ان شو يعمرون هاي المدينه القديمه اللي هي تراث الموصل. والحمد لله والشكر. نريد هذول الحكومه يوفرون لنا الماي، الكهرب، الخدمات، الوضع، السوق تعبان، ماكو لا فلس لا شغل لا عمل، الايجارات غاليه، هنا اهل القديمه والله متبهدلين بالايسر، متدمرين دمار، بيوتهم وقعت، حالهم تعبانه، الرواتب ماكو، المتراكم كل شيء ماكو، عالم عطاله بطاله، عالم عطاله بطاله، كلها قاعده بلا شغل والله. وتشوف رمضان عن بقيه الرمضانات السابقه يعني. والله رمضان هذا خير وبركه، ما موجود داعش، طلعوا ولوا داعش، ان شاء الله خير وبركه ان شاء الله. يا احنا مقبلين على رمضان، شهر رمضان الكريم، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعم الامن والامان بلاد العراق. يعني والله شفنا يعني مذله وشفنا ضيم وشفنا، والحمد لله انه نقول محنا وتجاوزناها ان شاء الله. فاريد من المسؤولين نسعى الموجودين اللي الناس استقبلتهم بصوره صحيحه انهم ما ينسون الفقير، لان احنا كم انتخابات مرت علينا، وعود محشاك يعني كلها كاذبه، وعود كلها كاذبه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق هذا البلد الجريح، والله هم رب ان شاء الله يعم الامن والامان بلاد العراق ان شاء الله، والله يوفق الجميع ان شاء الله.